كانت هناك بوادر لهذه السيرورة السلبية للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وأبرزها هو الحياد السلبي لقرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية. ولكن المغرب حفاظا على العلاقات الأخوية يبقى في علاقات عادية مع الجمهورية التونسية إلى حين هذه البادرة الأخيرة، واللي هي دعوة حجم كبير اللي ما يمكنش المغرب يتقبلها. يبدو ظاهرا بأن هناك صفقات وهناك مصالح، ولكن في الحقيقة الذي يجب أن يطفو هو العلاقات الإنسانية والعلاقات التاريخية والرسو على مبادئ، وهذا في الحقيقة لم نلاحظه في هذا الموقف. هو الرد كان شارع سريع وفعال، لأنه كان ردين، كان الرد الأول أولا بالبلاغ التي أصدرته وزارة الخارجية، وأيضا باستدعاء السفير المغربي للتشاور. كان هناك جواب للخارجية التونسية، إلا أن المغرب رد مرة أخرى ليبين حتى أن جواب الجهة التونسية لم يكن مقنع، وكانت فيه عدة هفوات، لا من ناحية المسطرية ولا من ناحية التاريخ هذه اللقاءات. الجميع أكد بأن مسطرة الدعوة لهذا الاجتماع مسطرة خاصة، لأنها هي علاقة ما بين دول إفريقيا وما بين شريك، وعندها المسطرة ديال الدعوة اللي ما تحترماتش وهذا دفع رؤساء دول تكون عندهم مواقف مختلفة من انقطاع لمقاطعة الاجتماع كما قام به السيد رئيس دولة غينيا بيساو، إلى التنديد بغياب المغرب كدولة لها مكانة خاصة داخل إفريقيا كالسيد رئيس دولة السنغال الشقيقة، وأيضا ليبيريا التي طلبت حتى بوقف هذا الاجتماع لأن الظروف غير ملائمة، وأيضا اليابان أيضا التي أكدت بأن ولو أن حضرت هذا الاجتماع إلا أنها مكان موقفها بعدم الاعتراف بهذه الجمهورية الوهمية هو موقف ثابت ولا يتغير. المغرب كما كان مد يده للجزائر، أيضا لنا ثقة بأن العلاقات الوطيدة والتاريخية مع تونس إن شاء الله سترجع إلى مكانتها وإلى عهدها السابق، لأن هناك حب ما بين الشعبين، وهناك تقارب ما بين الشعبين، وهناك أيضا علاقات ومصير يجمع البلدين. لهذا نبقى متفائلين إن شاء الله بأن العلاقات إن شاء الله سترجع إلى مكانتها في المستقبل.